بس خلونا مشاهدينا الكرام نستقبل ايضا الدكتور محمد عثمان المحلل السياسي السوداني. دكتور محمد، يعني هل هناك امل لحلحله الازمه في السودان وعوده البشير كما كان على سده الحكم برايك، خاصه بعد محاولاته المستمره في البحث عن دعم سياسي، عن دعم اقتصادي، عن اي منفعه من اي دوله يذهب اليها البشير، وفي نفس التوقيت هو يذهب ويغدو ويعود وهناك انتفاضة شعبية داخل السودان؟ شكرا جزيلا على كريم الاستضافة. الأوضاع في السودان الآن تحركت وتطورت بوتيرة متسارعة للغاية، وباختصار يمكن القول أن الوضع في السودان في أعقاب 13 من ديسمبر الماضي الآن أصبحت هناك معادلات جديدة. فحكم الرئيس البشير صار في الحكم يعني ما عاد بذات التماسك، ولا أرى أنه يمكن أن يعود بذات التماسك الذي كان عليه قبل ديسمبر من العام الماضي. لا بد من ديناميكية جديدة في معادلات الحكم وفي البلاد، وغالبا قد تنتهي بتغيير أو تبديل طبيعة النظام، سواء كان تغيير محدود في رأس النظام أو تغيير يشمل كامل بنية النظام كلها على حسب تطورات ومجريات الأوضاع في السودان. زيارة البشير إلى القاهرة لا تنفك عن ذلك الواقع بأي حال من الأحوال. نعم. وغالبا تكون على ذات صلة برئاسة القاهرة مصر للاتحاد الأفريقي، الرئاسة المرتقبة التي سيستلمها الرئيس عبد الفتاح السيسي في 10 فبراير القادم من الرئيس الرواندي بول كاغامي. وأتصور أن البشير في زيارته للقاهرة، والقاهرة الرسمية هي دائمة حتى اللحظة لحد ما للرئيس البشير. طيب دكتور محمد، سؤالي المباشر وعايز عليه إجابة واضحة بعد إذن حضرتك، هل من الممكن أن يلعب عبد الفتاح السيسي دورا بين المعارضة السودانية وبين البشير لاحتواء التظاهرات في السودان برأيك؟ أتصور أن الرئيس السيسي في يعني مخيلته أنه يمكن أن يمارس شيء من الضغط أو النفوذ على بعض أطراف المعارضة السودانية، خاصة التي يعني تحتفظ بعلاقات وثيقة بالقاهرة، وإن كان بعض هذه العلاقات تأثرت سلبا في الفترة الماضية. لكن الشاهد في الأمر أن مصر برئاسة السيسي من خلال رئاستها الاتحاد الأفريقي غالبا قد نجد أنها تتقدم بمبادرة باسم الاتحاد الأفريقي، تقدم إلى مجلس الأمن كنوع من المخرج الآمن للرئيس البشير في من خلال حفظ ملف أو حفظ تنفيذ مذكرة الاعتراف بحق البشير لمدة عام عبر مجلس الأمن، وقد يأتي ذلك عن طريق الاتحاد الأفريقي، فقد تكون هذه هي الخطوة الأولى. لكن يعني حتى لو مارس نظام السيسي ضغوط على القوى السياسية المعارضة الحليفة أو الصديقة للنظام المصري، ما عادت الآن في تصوري تستطيع أن تكبح جماح الشارع. الشارع السوداني تحرك، هذه أطول هذا أطول حراك شعبي في تاريخ. تمام، إذن حضرتك تؤكد يا دكتور أن الشارع السوداني تحرك ولن يستطيع أحد إيقاف الشارع السوداني إلا بعد تحقيق مطالب الشارع. بشكرك شكرا جزيلا للدكتور محمد عثمان المحلل السياسي السوداني.